يأتي الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالأشخاص هذا العام في حين تسطر دولة الكويت جهودا جبارة في مجال مكافحة هذه الظاهرة، وتشكل الحملة التوعوية معا ضد الإتجار بالأشخاص التي أطلقتها بعثة الأمم المتحدة للهجرة في دولة الكويت إحدى الخطوات التي تساهم في التوعية حول هذه القضية وكيفية الحد منها. إن رفع اسم دولة الكويت في تقرير الخارجية الأمريكية السنوي إلى الدرجة الثانية يأتي تتويجا للجهود المبذولة من كافة الجهات المعنية بمكافحة هذه الجريمة اللا إنسانية والتي تتعارض مع تعاليم الدين الإسلامي الحنيف والمواثيق والاتفاقات الدولية، كما يعد مؤشرا إيجابيا على مرئيات اللجان التي تطلع بقضايا الاتجار بالأشخاص سواء بالكشف عنها بصورة استباقية أو بتلقي البلاغات حولها متابعة القضايا في مراحلها المختلفة. فالإتجار بالأشخاص وفق المختصين له عدة أوجه، هناك بلدان تقوم بالإتجار بالأشخاص وهناك أخرى تستقبل أشخاص متاجر بهم وأخرى تصدر بضائع أنتجتها مصانع بأيادي أشخاص متاجر بهم. نحن في المنظمة الدولية للهجرة نثمن عاليا جهود دولة الكويت في هؤلاء تحديدا تقديم الحماية والوقاية والملاحقة القضائية من خلال عقد مثل هذه الحملات التوعوية لنشر الوعي بين الجمهور، ومن خلال إنشاء وحدة مكافحة الاتجار بالبشر في وزارة الداخلية، وأيضا إنشاء مركز الإيواء والذي يعتبر متقدما ورائدا على مستوى المنطقة العربية. ووفق المعنيين فإن الإتجار بالأشخاص لا تمثل ظاهرة في دولة الكويت، إنما هناك حالات استثنائية تسعى الجهات المعنية للقضاء عليها. جيهان حبيب، تلفزيون دولة الكويت.